أخبار اليوم مع سؤال آخر، وهو السؤال الأخير في الورقة الامتحانية. بيقول السؤال في الفقرة ألف: تخير من العمود باء ما يتناسب مع العمود ألف. ونقرأ فقرة العمود ألف: الأطراف اللاصقة. أي من العبارات في العمود باء يتناسب مع الأطراف اللاصقة؟ لو بصيت على الجمل كده بسرعة ألاقيها واو، تحددها إنزيمات القصر البكتيرية. يبقى مع واحد هنحط واو، اتنين الديني المهجن. في أي حاجة من العبارات الستة اللي موجودة قدامي أو السبعة تعني الدي ان ايه المهجن؟ الدي ان ايه المهجن اكيد بيستخدم في تحديد درجة القرابة بالكائنات الحية، وهي الاجابة هي. في العبارة الثالثة دي ان ايه معاد للتحاد، اكيد ده الدي ان ايه اللي بيتم ادخاله الى الخلايا المصابة او المعيبة، يبقى الاجابة الاخيرة اللي هي زين. المتنقلات، المتنقلات دي عبارة عن جينات يمكن استخدامها بدلا من البلازميد عند إدخال جين خاصة في النباتات. تبقى أربعة المتنقلات مع ألف اللي هي بنقول فيها يلصق بها جين بدلا من البلازميدات. المحتوى الجيني، المحتوى الجيني هي المجموعة الكاملة من الجينات الموجودة في النواة ويقصد بيها باء. آخر جزئية أمينو أصيل، هذا الموقع على الريبوسوم أكيد بيتم عنده تفاعل نقل البيبتيدايل، تبقى الإجابة د. في الورقة الامتحانية عندك حلين: إما ننقل الجدول وابتدي أكتب كل عبارة قدام العبارة السليمة ودي بتاخد وقت، أو أن أنا أكتب الحرف قدام الرقم، بس أكون دقيق جدا لأن الغلطة هتبقى مشكلة. فأكتب واحد مع واو، اتنين مع هي، تلاتة مع زال، مع زين، أربعة مع ألف، خمسة مع ب، ستة مع دال. هو ده اللي مفروض، ما بياخدش وقت، ولكن كن حريصا عند ترتيب هذه الحروف. السؤال الثاني اللي بيقول: ماذا يحدث في الحالات التالية؟ ماذا يحدث في الحالات التالية؟ غياب السيلولوز في جدر الخلايا الكولانشيمية. غياب السيلولوز في من جدر الخلايا الكولانشيمية، النتيجة ستصبح هذه الخلايا خلايا ضعيفة وحيفقد النبات دعامته التركيبية. ماذا يحدث عند غياب الروابط المستعرضة من الليفة العضلية؟ لو غابت الروابط المستعرضة من الليفة العضلية لن تنقبض العضلة، لأن دور الروابط المستعرضة هو سحب خيوط الأكتين في اتجاه بعضها مسببة انقباض العضلة. رقم ثلاثة: ماذا يحدث عند غياب القطعة الوسطى من الحيوان المنوي؟ أولا القطعة الوسطى محتواها ميتوكوندريا، فإذا غابت الميتوكوندريا من الحيوان المنوي فقد قدرته على الحركة. أربعة: إذا تزوجت امرأة متباينة اللقاح بالنسبة لعمل ألوان من رجل سليم من هذا المرض، إيه اللي ممكن يحصل؟ لما تبقى متباينة والرجل سليم في حالة عمل ألوان تنجب إناثا جميعها سليمة في عمل ألوان، وتنجب ذكورا نصفهم مصابين ونصفهم سليم. فقرة الأخيرة: تبادل أجزاء بين صبغيين غير متماثلين أثناء تكوين الخلايا الجنسية. تبادل الأجزاء بين صبغيات غير متماثلة هذا يؤدي إلى حدوث طفرة صبغية، ولأنها حدثت في تكوين الخلايا الجنسية لذا فهي طفرة مشيجية. مش كده الإجابة السليمة؟ أقول الاثنين: طفرة صبغية وطفرة مشيجية، وما اقتصرش على واحدة. المسألة بتقول: حدث تهجين بين ذكر دروسيفلا أسود مختزل الجناحين مع أنثى رمادية طويلة الجناحين، فأعطت النتائج التالية: حشرات رمادية طويلة الجناحين 445، حشرات رمادية مختزلة الجناحين 55، حشرات سوداء طويلة الجناحين 65، حشرات سوداء مختزلة الجناحين 435.
المسألة في بدايتها بشوف الذكر صفته ايه والأنثى صفاتها ايه. الذكر كان اسود مختزل الجناحين، والأنثى رمادية طويلة الجناحين. الذكر الاسود مختزل يبقى جي سمول ال سمول جي سمول ال سمول، بينما الانثى الرماديه كانت الجي كابيتال والال كابيتال على كروموزوم والجي سمول ال سمول على كروموزوم اخر. الذكر بينتج نوع واحد من الامشات كلها جي سمول ال سمول، بينما الانثى تنتج اربع احتمالات في الامشاك، وهي امشاك حدث بها عبور وامشاك لم يحدث بها عبور. الجي كابيتال ال كابيتال بينتقل كوحده واحده سواء كان كروماتيدات خارجيه او داخليه ولم يحدث بها عبور، او جي كابيتال ال سمول بمعنى ان هي حدث بها عبور فاستبدلت ال كابيتال بالال سمول. الاحتمال الثالث جي سمول ال كابيتال، في هذه الحاله حدث ايضا بها عبور. الاحتمال الرابع والاخير ان تبقى الجي سمول والال سمول على نفس الكروموزوم. الاتحادات تتم ازاي؟ لو الحيوان المنوي ده خاصه بالبويضه الاولى يبقى الوضع كما هو عليه جي كابيتال ال كابيتال جي سمول ال سمول، من حيث الجسم لونه رمادي والاجنحه طويله. الاحتمال الثاني ده مع اللي بعديه يبقى جي كابيتال ال سمول جي سمول ال سمول. اذا كان الاولاني رمادي طويل الجناحين فالثانية رمادي ولكنها مختزلة الجناحين. ثالث احتمال جي كابيتال ال كابيتال جي سمول ال سمول، اللون اسود لكن الاجنحة طويلة. اخر احتمال عندي جي سمول ال سمول جي سمول ال سمول، اسود مختزل الجناحين. وبالتالي هكتب الارقام، كانت الرمادي الطويل 445 4 4 5، وكانت الرمادي المختزل رمادي مختزل 55 65 اسود طويل 435 كانت اسود مختزل. دي الارقام اللي عندنا في المساله. ازاي اطلع منها نسبه العبور وازاي اطلع منها معدل العبور؟ الاول هيكون كام؟ لما اجمع عدد الافراد كله هيطلع 1000. طيب عدد الافراد الجديده كام؟ عدد الافراد الجديده لو جمعت ال 55 زائد ال 65 لانهم دول لا يتطابقوا مع الاباء يبقى 110. طيب نسبه الافراد الجديده بالنسبه للعدد الكلي بقسم ال 110 على ال 1000 واضرب في 100 يديني 11%، يبقى النسبه 11%، دي نسبه الافراد الجديده. طب نسبة العبور هي مين بقى من الكلام ده كله؟ نسبة العبور هي نسبة الأفراد الجديدة، تبقى كام؟ 11%. يبقى 11% ده نسبة الأفراد الجديدة اللي هي نسبة العبور. معدل العبور يساوي ايه بقى؟ معدل العبور بضرب نسبة العبور في 2 يبقى معدل العبور 22%. يبقى حل المسألة تناول الجزئيات الثلاثة، التحليل الوراثي اللي احنا شفناه في الأول واضح قدامنا، وإزاي أحسب نسبة العبور اللي بتتم وإزاي أطلع من نسبة العبور معدل حدوث العبور. يتبقى في هذا السؤال الفقرة الثانية، أذكر مكان وظيفة كل من اه 120.
نجمع عدد الأفراد الجديدة عندنا 55 و65 لما نجمعهم هيطلعوا 120. أطلع نسبة الأفراد الجديدة بنقسم 120 على العدد الكل الأفراد اللي هم 1000، وبالتالي هتطلع نسبة الأفراد الجديدة 12%. نسبة الأفراد الجديدة هي نسبة العبور، وبالتالي تبقى نسبة العبور بين الجينات على الكروموزوم 12%. لما أجي أطلع معدل العبور، في قانون بيقول أن معدل العبور يساوي نسبة العبور مضروبة في 2، لأنه بيحدث على كلا الصبغيين في زوج الصبغيات المتماثل، وبالتالي بضرب 12% نسبة العبور في 2 يوم يديني 24%. يبقى أنا كده حققت الثلاث أهداف من المسألة، حللت المسألة وراثيا وطلعت نسبة العبور 12% وطلعت معدل العبور 24%. مع آخر فقرة وجزئية من هذا السؤال بتقول أذكر مكان ووظيفة كل من التجويف الأروح. التجويف الأروح يوجد عند الطرف الخارجي المدبب لعظمة لوح الكتف، وهذا التجويف وظيفته بتستقر في رأس عظمة العضد مكونة المفصل الكتفي. أما جين البصمة الوراثية فهذا الجين موقعه على الكروموزوم الثامن بالنسبة للكروموزومات الـ 23، وهذا الجين أهميته في الطب الجنائي. من خلال هذا الجين يمكن تحديد الجريمة وإذا كان نسب الأطفال إلى آبائهم، وهو ما يعرف بتحليل الـ DNA. وفي نهاية المحاضرة اللي كل الطلاب أكيد استمتعوا بيها مع أستاذ حسن محرم خبير مادة الأحياء بوزارة التربية والتعليم، إحنا هنسمع منه كلمة بيوجهها للطلبة دلوقتي، حضرتك بتقول لهم إيه؟ أولا في البداية بحب أشكر دار أخبار اليوم على المجهود الرائع اللي عملاه، خاصة في جميع المواد وفي توقيت قاسي جدا بالنسبة لطلبة الثانوية العامة، لأن التوقيت ده توقيت كله بيحاول يحتاج إلى مجموعة من المذاكرة أو مجموعة من الامتحانات يحلها، وفعلا قدمت أخبار اليوم مجموعة كويسة جدا من الأسئلة، والحمد لله اختارت مجموعة كبيرة جدا من الخبراء في كل واحد في مجاله علشان تضمن سلامة المادة العلمية. الورقة الامتحانية في الأحياء مختلفة شوية عن باقي المواد، يمكن تشبه الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا في أنها ورقة عبارة عن 5 أسئلة، المفروض أن الطالب يجاوب عن 4 فقط. تقدر الورقة من 75 درجة لكن بيحصل منها الطالب على 60، لأنه لا يجيب غير أو مفروض أنه ما يعملش إجابة إلا على 4 أسئلة فقط. لكن إحنا دايما بنوجه نصيحة للطلاب، إذا كان الوقت متسع وعندك قدرة أنك تجاوب 5 هو الأفضل، علشان لما بيجي يتم التصحيح بيصحح 5 أسئلة كاملة ويتم تجميع أكبر 4 درجات. وجهنا بعض النصائح للطلبة أنه يبعد عن التوتر في الفترة الأخيرة، ما يحاولش في الأيام الأخيرة قبل امتحانات أنه يشغل نفسه بحاجة معينة، ولكن يحاول يخرج من حالة التوتر اللي هو بيبقى عايشه. كمان نصيحة، قبل ما يخش لأي امتحان ما بيخشش ما يقفش على باب اللجنة فترة طويلة، بالعكس أنا بفضل أنه هو يجي من بيت على اللجنة مباشرة دون الاحتكاك بأحد من أصدقائه، لأنه ممكن خلال مناقشة مع أحد ممكن يضيعوا له بعض المعلومات أو ينسى حاجة أو يصاب بحالة من التطور من حالة من التوتر. يبقى عشان كده احنا دايما بننبه للطلبة أحبائي ان هم ما يتوتروش، وخاصة في مادة الأحياء مادة سلسة وجميلة، واحنا تناولنا النهاردة نموذج على امتحان ثانوية عامة، وقبله كان في حلقة أخرى لنموذج آخر بتتضمن أهم الأسئلة على المنهج.